تحياتي لكل مشاهدي مريم تي في. بظل هالأزمة الخانقة اللي عم نعاني منها اليوم بحلقتنا، رح نضوي على أزمة المحروقات يلي هي أكبر المشاكل يلي عم بتخلي كل القطاعات تتراجع، مش بس تتراجع، تصير بوضع شلل تام، والاقتصاد أكل ضربة كتير موجعة. بهالحلقة رح نحكي عن القطاع السياحي والأزمة اللي عم بعينيها بظل انقطاع البنزين والمازوت، لكن بالأول رح نبدأ مع أخبارنا محلية عربية ودولية. شيا أبلغت عون قرار الإدارة الأمريكية مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا عن طريق الغاز المصري. أشار مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية إلى أن رئيس الجمهورية ميشيل عون تلقى اتصال من السفيرة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا، أبلغته فيه أنه على أثر المداولات يلي أجرتها معه خلال زيارتها الأخيرة إلى قصر بعبدة، تبلغت قرار من الإدارة الأمريكية بمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى الأردن عبر سوريا. هالكميات لوضعها على الشبكة تربط الأردن ولبنان عبر سوريا، كذلك رح يتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا إلى شمال لبنان. وأوضح البيان إلى أن السفيرة لفتت إلى أن الجانب الأمريكي عم يبذل جهد كتير كبير لإنجاح الإجراءات والمفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين التمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط النقل الكهرباء وتقويتها والصيانة اللازمة للأنابيب. الاقتصاد التونسي يحقق نمو بنسبة 16.2% خلال الثلاثي الثاني من 2021. سجل الاقتصاد التونسي خلال الثلاثي الثاني من العام 2021 نمو بنسبة 16.2% بالمقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2020. يشار إلى أن الثلاثي الأول من السنة الماضية شهد إقرار الحجر الصحي الشامل بسبب فيروس كورونا، واللي عرف توقف شبه كلي لكل الأنشطة الاقتصادية والتجارية بتونس. استطلاع ثقة الأمريكيين باقتصاد تتدهور لأدنى مستوى من 10 سنين. تراجعت ثقة الأمريكيين أوائل آب إلى أدنى مستوى لها خلال نحو 10 سنوات، حيث أصبح المواطنون أكثر قلق بشأن أفاق الاقتصاد والتضخم وارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الآونة الأخيرة. وأظهرت بيانات أن مؤشر المعنويات الأولى الصادر عن جامعة ميشيغان انخفض بمقدار 11 نقطة إلى 20.2% عند أدنى مستوى منذ كانون الأول 2011. وبيهدد تراجع ثقة المستهلك بحدوث تباطؤ أكثر وضوح بالنمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، إذ كبح المستهلكون جماح الإنفاق. بسلط التدهور الأخير بمعنويات المستهلكين الضوء على مدى تأثير ارتفاع الأسعار والمخاوف بشأن التأثير المحتمل لسلالة دلتا المتحولة على الاقتصاد وانعكاسه على الأمريكيين. بجدد الترحيب بكل مشاهدي مريم تي في. مننتقل لموضوعنا الرئيسي للحلقة يلي هو انقطاع المحروقات البنزين والمازوت. صحيح أنه كل القطاعات الانتاجية كانت عم بتعاني إلى أكثر من سنتين معاناة، وأنجا عم تقدر تصمد بوجه كل التحديات يلي منا تحدي واحد أكثر من تحدي. في عنا سعر صرف الدولار، في عنا احتجاز الأموال بالبنوك، في عنا كان انفجار ضخم بحجم انفجار بيروت، في لوك داون المتكرر يلي أرهق المؤسسات وخصوصا المؤسسات السياحية. اليوم نحن رح نضوي على وضع المؤسسات السياحية وكيف قادرة تكمل بانقطاع المازوت وانقطاع البنزين. بيسرني رحب بهالحلقة بنائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان الأستاذ خالد نزهة. أهلا وسهلا فيك بمريم تي في. أهلا فيك، يعطيكم العافية. الله يعافيك. نحن اليوم أنتوا على الأرض وأنتوا اللي عم بتعانوا، وأنت مستثمر كمان، حضرتك مستثمر عندك أكثر من مؤسسة. فبدي أعرف أنتوا كيف قادرين تكملوا أو يعني كيف عم تتعاطوا مع هالأزمة اللي هي من أقصى الأزمات يلي مرقت على القطاعات كلها يلي هي أزمة المحروقات. نعم، المؤسف نحن بلش التراجع بال 2019 بصيف 2019 بحزيران. نعم. بعدين اجت الثورة وما تلاها يعني وما وشو اللي صار، تسكير الطرقات وإلى آخره. نعم.
بعدين اقفال البنوك واحتجاز اموال اللبنانيين بالبنوك، واجا انفجار المرفأ، تدني العملي قيمه سعر الصرف الصرف واللوك داون طبعا قبل يعني، وهودي شكلوا مجموعه ازمات متراكمه عملوا تاثير كتير كبير للقطاع، والضربه الكبيره كانت بانفجار المرفأ. نعم. طبعا بعدين يعني بلشت المشاكل تتوالى، الا انه وصلنا لموضوع المحروقات يعني. نعم. صرنا نشتري المازوت على السوق السوداء لما صار في شحب التغذيه، يعني صارت تيجي بال 24 ساعه الكهرباء ساعتين. نعم. فهذا القطاع، قطاع المطعم والقطاع السياحي، مطاعم، مقاهي، ملاهي، باتيسري وسهر، هذا بده تغذيه على مدار الوقت، على مدار الساعه. صحيح. خاصه في سلامه الناس بالدق، يعني سلامه الغذاء. سلامه الغذاء، ما هذا مشروع كان نقابه اصحاب مطاعم اشتغلنا عليه بال 2014 واطلقناه مع وزير ال وكنتوا تعملوا دوريات وتراقبوا. نعم نعم، وزير الصحه يوم سابق الوزير ابو فاعور، وعملنا مؤتمر صحفي من وزاره الصحه، لان الدوله ما كان عندها والوزارات المعنيه ما كان عندها هذا المشروع، ما كان عندها الاسس التطبيقيه والى اخره. وطبعا هذا المشروع لهلا ما اقروا القوانين التشريعيه تبعه اذا بدك يعني. اللي صار انه اجى كمان موضوع المازوت، يعني اللي زاد الطين بلي انفقد، وصار فينا عم نشتري بالقطاره، يعني ما في مازوت، وكل موتير، كل مطعم بده موتيرين لانه تغذيه ما في. وفي مجموعه كبيره من المحلات السهر والبابات، اذا بتشوفي جميزي، مرمخاية، الحمراء بالاحياء السكنيه، هيدي ما عندها محل تحط مولد، هو عم يتكلوا على الاشتراكات. فكل اشتراك كان عم يكلف الخمسة امبير بين المليونين و800 و3 ملايين ليره. نعم. وبده يسكروا الساعه 12، يعطوهم يعني يسكروا يطفولون كهرباء الساعه 12. بيروت بحياتها ما سكرت الساعه 12، ولا لبنان كله، اللبناني بيطلع السهره الساعه 9 ونص 10. ونحن بموسم صيف، يعني كنا نحن ناطرين هذا الموسم لحتى شوي نفوت شوية اكسجين للناس لتستمر بالحياة. وشفنا قد ايه فات عدد كتير كبير كان عم يفوت، يمكن بأول شهر كان في 800 ألف تقريبا، فات عدد كتير كبير. نعم. في أوقات كان يفوت بين 10 و 14 ألف شخص. نعم. بالنهار. فات أعداد كتير كبيرة، المؤسف هاي الأعداد بلشت تتلاشى وعم تفل. لما اللبناني، خاصة اللبنانيين اجوا من الدول العربية وافريقيا والمغتربات، هاو بنتكل عليهم هاو، هذا اللبناني بعد سنه وست اشهر من الاقفال او سنه وسبعة اشهر جاي يشوف عائلته واهله واصحابه. صحيح. القيمه الشرائيه تبعه كثير مهمه، لانه نحن سعرنا بعده كثير رخيص للي جاي من برا عكس المقيم يعني. صحيح. فهودي كنا متكلين عليهم، بده يظهروا بده يطلعوا على بيوتات بالجبل، بيوتات ضيافه، يعملوا سياحه داخليه الى اخره. نعم. صدمنا بموضوع لا عندهم بنزين ليتنقلوا وما عندهم مازوت، نحن عم نشتري، وصلنا نشتري 25 مليون ليره للطن. مؤسف يعني. فوصلنا والتجار طبعا عم نشتري منهم على سعر 20,000، ولما طلع ل 23 كمان كنا عم نشتري على الباب ما بدينونا، ونحن عم السعر بين السبعه و 8,000 ليره على الدولار. فعندنا خسائر رهيبه، كنا عم نجرب يعني قد ما فينا نستمر، ما تبقى من مؤسسات يعني طبعا بعد انفجار المرفأ كانوا عم يجربوا يضلوا يحافظوا شوي لحتى نمر هالمرحله باقل خسائر ممكنه. المؤسف وصلنا لمرحله كثير كبيره، يعني انفجار المرفأ اصيب 2096 مؤسسه ايش ومطعم، لانه هيدي بالمنطقه الحيويه. نعم 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 نعم. في ناس استمروا، قدروا صلحوا، في ناس ما قدروا، في ناس لهلا بعضهم ناطرين شركات التامين، لانه شركه التامين ناطره تشوف. طيب فينا نقول انه خلص باكرا الموسم السياحي ولا لا بعد ما فينا نحكم؟ بعتقد هلا في كثافه فلي على المطار، اذا بتشوفي المغادرين كثافه كثير كبيره شفناها الكم يوم. المؤسف تترافق مع المؤسف، يعني مشروع هجره للبنانيين، يعني متى بقى اللي قادر يسافر عم بيسافر. بعتذر على هي الصوره السوداء اللي عم بعطيها، مع انه احنا عم نقول للعالم تشبثوا بهي الارض، هي بلدنا، هيدا الطبقه، ما يعني بدنا نوصل لمرحله نخلص، نجيب جيل شباب، جيل بعيد عن كل موضوع الفساد وبعيد عن موضوع السمسره. صح. والتوظيفات الانتخابيه والى ما شابه والازلام والى اخره، بدنا نجيب ناس يشتغلوا بوفاء لهذا البلد، وعندنا طاقات كثير كبيره، وعندنا ناس رائعين. نحن بكفي نجيب اللبنانيين من الخارج على البلد، بنعوم البلد مصاري، نعمل سياحة مستدامة على مدار السنة، ما بنعمل بس صيفية.
طيب هدول اللي اجوا ما عملوا شيء يعني ما عملوا حركه كمردود اذا بدنا نحكي. عملوا مردود، وكان في بعتقد بفتره من ايار او من حزيران لغايه 15 شهر بتصور ضخ بالبلد شيء مليارين دولار بعتقد يعني، لانه كان في كثافه مش بس لبنانيين، كان في كثافه من اخواننا العراقيين عم يعملوا بكثافه يعني. صحيح. هن اللي كان عندهم هذا البلد بيطببوا فيه ويتحكموا والى اخره، وهلا عم يعملوا سياحه والقيمه الشرائيه تبعهم كثير عم تساعدهم يجوا. وطبعا في عنا الاخوان المصريين والاردنيين، ما هيك؟ نعم. هودي عم نحكي هالصيفيه هي. اجينا موضوع المازوت كسرنا. يعني كانه عمليه اعدام جماعيه بحق القطاع هيدا والقطاعات. شو بقينا احنا يعني اليوم بقوت رح نخلص يعني؟ نعم. بكره بايلول بلشوا المدارس. رح يبلشوا المدارس. صح. والمدارس برا برا عم تبلش هلا، مشان هيك عم تشوفي في كثير ناس عم ترجع تفل على كندا وامريكا واوروبا وعلى الدول العربيه. يعني فينا نقول انه خلص باكرا مع انه تاخر لبلش كمان. نعم نعم. كيف شو بدك تقولي له؟ صاحب المطعم ما في يجي على مؤسسته، ما عنده بنزين وما عنده مازوت. الموظفين مش شايف للويتر للبارتندر ما في يوصل، والزبون ما في يوصل. وما فينا نقول له للزبون تفضل الساعه 12 ظهر، لانه نحن الاشتراك او المولد بدنا نطفيه رح يولع. نعم. او ما عندنا مازوت، او لحق حالك تروح تطلع بالاسانسير على بيتك او على الاوتيل. طب كيف كنتوا تتصرفوا مع انتوا بهمكم سلامه الغذاء؟ سلامه الغذاء وقت اللي عم تنقطع الكهرباء شو كنتوا عم تعملوا؟ صرنا هذا القطاع تالق على مدى سنوات طويله، ما هيك؟ تالق وما كان عم يصير عندنا حالات تسمم. نعم. قد ما فينا نحن كنقابه عم نتواصل مع اصحاب المؤسسات لحتى نجرب نحافظ على المرحله اللي مرقنا فيها على صيت البلد الحلو اللي ما كان في حاله تسمم. نعم. وعم نقول للناس قد ما فيكم، لانه هيدي اي شيء يعني في 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 مراحل بتيجي فيه اللحمه او المنتج الغذائي من المسلخ او من المعمل للتاجر للموزع للمؤسسه. نعم. ما هيك؟ بنخاف لما توصل لعنا الاشياء ما تكون لا سمح الله فيها بكتيريا او فيها ما كان في كهرباء لما نقلوها او ما تبردت منيح، ما هيك؟ نعم اكيد. الدجاج، اللحمه، السمك الى اخره. نعم. فقد ما فينا عم نقول لهم ما في كفي سكر. نعم. او جربوا قد ما فيكم يعني استعملوا الاشياء اللي ما فيها خطر. يعني تشتروا اشياء يوميه استعملوها على قد حاجتكم وبس، ما تفرزوا لانه ما في كهرباء. ما في كهرباء. ما في ما في. هيدا القطاع بده كهرباء على مدار الوقت. طيب انا بدي اسالك، ما انه انت على تواصل، حضرتك على تواصل مع كل القطاعات تقريبا السياحيه، مين اكثر شيء تضرر؟ يعني في عنا الفنادق، في عنا المطاعم، في عنا تاجير السيارات، في عنا الشقق المفروشه، في المنتجعات السياحيه، اي قطاع تضرر اكثر من غيره؟ كل القطاعات تضررت. كلهم تضرروا. والفنادق اصلا في اوتيلات كبيره ما قدرت فتحت بعدها مسكره، ما هيك؟ بنعرفهم كلنا يعني 10 اوتيلات الكبار مسكرين. كل القطاعات انضربت. يعني هو القطاع السياحي هو وجه لبنان الحضاري والثقافي والتاريخي، ما هيك؟ هذا اللي بنتغنى فيه، ما هيك؟ وبجيب الناس بيجوا لعنا، الناس بيعملوا سياحه ثقافيه، كانوا بيعملوا سياحه مهرجانات، سياحه صيفيه، سياحه الاعراس، سياحه التعليميه، السياحه الصحيه، ما هيك؟ بالاضافه للمؤتمرات العديده اللي كانت بتصير بلبنان. الفاشن بيجوا بيعملوا بخيطوا ثيابهم للاعراس، بيعملوا كل شيء كان بصير عنا. صحيح. نحن وصلنا لمرحله زيرو. فالقطاع المطعمي هو كان اذا بدك القطاع تبعنا هو العمود الفقري للقطاعات الاخرى، هو القاطره الاساسيه لكل القطاعات التجاريه. لانه هذا قطاع بيشغل 160 الف لبناني. نعم. مسجلين بالضمان الاجتماعي 160 الف، ما عدا الموسميين. الموسميين يعني بيطلعوا بالقرى بيشتغلوا بالصيف او على البحور او بسور او باعالي جبال، او يعني المطاعم بتفتح بالصيف بالاعالي. عدا عن اللي بيشتغلوا معنا الموسيقيين، هودي اللي صاروا سنتين بلا شغل. نعم. والتكنيشن والساوند واللايتنج وكل والبيغنوا والفنانين والعازفين وكل الناس اللي بيشتغلوا معنا بالصيانه والمحاسب كلهم. مؤسف. طيب قد ايه كنتوا تتساهموا بالناتج المحلي؟ كان في طبعا في كان هذا قطاع يضخ مليارات الدولارات بالخزينه اللبنانيه. نعم. قطاع المطاعم هو اكبر قطاع، اكثر واحد مستثمر، اكثر قطاع مشغل لبنانيين، اكثر قطاع بيضخ بالخزينه اللبنانيه ضرائب وتفقاء وللضمان وللضرائب الغير مباشره وكل هالاشياء. هلا احنا لاحظنا كمان السنه صار في اهتمام بالسياحه الداخليه، يعني حتى في كثير من القرى عملت بيوت للضيافه حتى تقدر تستقبل اللبنانيه. نعم. قديش كان في اتكال على اللبنانيه ولا ما كان عندهم القدره الشرائيه انه يصرفوا مثل الاجانب ستنا. مثل العرب يعني؟ نحن كنا عم نستفيد من شغلي انه بالسنوات اللي قبل
كان في اكثر من 5 مليار دولار ينصرفوا برا، بيروحوا على السياحه لشوي منا غالي، يعني اذا بدك يروحوا عفوا تركيا. على تركيا، يروحوا على مصر، يروحوا على اليونان، بركي قبرص، ما هيك؟ نعم. يروحوا هاو المجموعات الماستوريستيك اذا بدك. هاودي كنا نحن قايلين هاو السنه ما فيهم يسافروا، بيضلوا هون بيستفيد البلد منهم. نعم. اوكي؟ قبل ما يصير الانهيار الكبير بهالعمله، يعني قبل ما يصير، قبل ما نقطع المازوت. فهول كان في اتكال عليهم، كان في اتكال على الناس اللي بده يجوا من برا، اللي صار لهم سنه ونص ما شافوا اهلهم بعد اللوك داون الطويل، يجوا كمان لهون يصرفوا. نعم. يجوا. واللبنانيين اللي عندهم اللي بعدهم اذا بدك ما بيقول طبقه وسطى، طبقه وسطى ما في طبقه وسطى، كلفنا خاطري. اللي عندهم يعني بيجيهم مصاري من برا، عندهم مصاري دولار. عندهم كمان بيصرفوا. فهودي كانوا بشكلوا حجم اقتصادي كتير مهم ينصرف بالمناطق. فكنا عم نشتغل على السياحة، كان أملنا السياحة الداخلية، بيوتات الضيافة بالقرى بالجبال بالأديرة بالتلال بالأعالي كل هالضياع، حتى كل هالبيوت اللي بتصنع الجبنة وبتعمل الحرفية والأرتيزان واللي بتشتغل بتعمل عصاج وبيعملوا خبز، كل هالناس واللي عندهم بيوت مثل أربي أم بي، يعني بيوت ضيافة إذا بدك، حتى كلهم هاو يشتغلوا. بس لما بتاريخ البلد ما عملوا وسيلة نقل، ما عملوا ترين، ما في مترو، ما في باص، ما في نقل عام. لو في نقل عام وما في مزبوط بيتنقل بيستعمل، ما بيعطلوا هم. صح. بس اذا بده يطلع على راس بعلبك او بده يطلع على وين، على انا الجليل او يصور، ما هيك؟ طيب هذا كيف شو بيعمل؟ ما في معه بنزين، كيف بيوصل؟ يعني عم نقول للناس تعوا فلوا، ما هيك؟ مع العلم اللي جايين من برا اللبنانيه جايين من قلبهم، جايين يصرفوا، جايين من قلبهم وجايين عم يصرفوا وعم بيعزموا، وعم المبلغ اللي عم يدفعوه عم يقسموه عم يطلع ماشي بالنسبه ل عم يصرفوا برا، لانه القيمه الشرائيه تبعهم مهمه كثير. نعم. بالنسبه لهبوط الاسعار عندنا هون، والناس ما علت الاسعار مثل ما كان يجب على 20,000 ليره. فنحن هيدي يعني كان في عندنا فرص كثير كبيره، فرصه نعم انه نعوض شوي لحد ما لا يخلوا الناس تضلها بالقرى وبالمناطق وبالضيع، واللي عنده سناك واللي عنده صاج واللي عنده محل فلافل واللي عنده مطعم، ما هيك؟ وكل الناس لحتى تشتغل. نعم. بس وصلونا لمرحله مؤسف، يعني كانه عم تقول لنا الناس ما بقى تجوا على البلد. صح. في ناس قطعوا الفرصه طبعا وفلوا، مع الاسف فلوا، رجعوا على بلدهم او رجعوا على بلد اخر يكفوا الصيفيه لانه ما مستعد هذا حتى مي. واليوم في خطر كتير كبير اذا ما في مزبوط، المزارعين بالبقاع وبعكار وبدري وينه على الساحل هودي كيف يسقوا المزروعات تبعهم، وحتى على البيوت ما في بالبيوت، وحتى على البيوت كيف في. ونحن اصحاب المطعم اذا بدنا نشتري مي والستير ما في يجيب لنا مي لانه ما معه مزبوط، ونحن ما عندنا مزبوط، يعني ما عندنا كهرباء. طب هلا مع ارتفاع التسعيره تبع المزبوط وتبع البنزين، مع العلم انه هيدي مرحليه، هيدي لايلول بيرجعوا بيغلوا اكثر، شو كيف بدهم يكفوا الناس بهيدا الوضع؟ الناس قد ما فيها عم اذا بدك عم تعمل شد حزام، يعني قد ما فيها شد احزمه، عم تتقاسى على حالها لتضلها تجرب تكفي، يعني على الاقل بركي بمرقوا هالمرحله. طيب واصحاب المؤسسات السياحيه اذا بده يدفع هالقد حق المازوت وهالقد حق بنزين؟ ما بتوفي معه. خلص مشان هيك عم تسكير، كل يوم عم يزيدوا الاعداد، الناس اللي اقفلوا كل يوم. قد ايه صار بدل ما الدوله توقف حد القطاع انه خليكم، قد ايه صار في ناس سكروا؟ في القطاع بعد بركي 30% منه، من مجموع المؤسسات المطعميه والمحلات السهر الكبيره ما فتحت، محلات التاريخ ما فتحت، في كثير محلات ما قدرت تفتح. هذا بالاضافه للي عندهم برا كمان وسكروا بلبنان. نحن بلد صحيح تاريخيا بنوزع، بنعمل كونسبت هون، بنعمل اسماء مطعميه طلياني او 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 صيني فرانشايز، وبنبعته على الدول العربيه وعلى العالم، وصلنا على امريكا، على كندا، على اسيا، على افريقيا. بعدين وقتها نسمع مولات عم تسكر، مش حرام انه هودي هالاسماء اللبنانيه كلها هي بدبي وين ما كان بالعالم. هلا الام محل ما بنصدر نحن، ما هيك؟ الجذور يعني هون بيسكروا، كيف الحكي هذا؟ طب انتوا عندكم شيء اقتراح معين، شيء فكره؟ قدمنا اقتراحات وقدمنا واجتمعنا وتواصلنا، والمؤسف يعني اذا بنزين مش عم يقدمه للمواطن، يعني عم نشوف الصفوف يا حرام الناس، شيء ببكي. يعني بتشوفي عالم صار قاعد يومين على ترمبا، شوفريه تاكسي حتى بس يجي يعبي شوي ليروح يشتري طعمي اولاده، شو بدك تكفي؟ نحن قطاع منكوبين، نحن يعني كان ضربة تاريخية، ما يعني المشكلة الأساسية هي إذا بينعمل قطاع نقل
متطور وحديث. على الأقل يكون في قطاعنا. هيدا الحل يعني، غير هيك يعني بهاي الأسعار، بظل هاي الأسعار بشك إنه حدا يكفي. أبدا لا 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 أبدا مستحيل. بدي أمنوا لك المواد، المازوت والبنزين والماي وهيدي بعد ما حكينا عن الصناعة، الصناعة في صناعات عندها 35% من الكوست من السعر هو رايح للكهرباء. طبعا طبعا، بدل ما هاي المرحلة نقعد نشتغل عم نفتح 24 ساعة مع عملنا تصدر وتعمل للصناعة الوطنية هون، نحن المطاعم بنصد، نحن أكبر مستهلك للإنتاج الوطني اللبناني. من النبيت للعرق للطحينة، مع العلم إنه الطحينة نحن السمسم بنستورد من برا يعني. نعم. للأجبان، للألبان، كله الخضرة، الفواكه، ما هي المطاعمنا، ما هيك؟ تفوتي على المطاعم العربية بتلاقي جاطات الخضرة، بتلاقي النبيت اللبناني، العرق اللي بنتغنى فيه. نعم. اللي بنصدره. نحن هذا كل القطاعات. صرت لاحظ أنا مؤخرا إنه صار هو يختصره. يعني صار أول شيء كان يروح الواحد يطلب مثلا شغلة يحطوا له مع كذا شغلة، هلأ لا. طبعا. هلأ بيروح الواحد على الأوتيل ما بيقولوا له مع بريكفاست، لا. هالقد السعر من دون بريكفاست؟ لأنه الكلفة كتير غالي. كتير عم بخففوا يعني. لأنه الكلفة كتير غالي، وشوفي قد إيه المدخول، قد إيه كان أجار الأوضة، قد إيه صار هلأ. هيك؟ وإذا كل مدخول بده يحطه على المازوت أو بده يشتري فيه مي، شو بده يعمل؟ أو بده يفتح على الموظفين دعم للنقل، لأنه ما في واحد يشتغل مليون ليرة ومليونين ليرة بحطهم على الطريق سيرفيسات، ما هيك؟ صحيح. كيف هالحكي؟ كيف بدنا نعمل بلد نحن؟ مش حرام هذا البلد؟ لأنه بالسنوات اللي مرقت كلها يعني، لو هالهدر اللي راح كله وهالمصاري كل السمسرات المؤسف يعني والهدر، لو وظفوا عملوا اوتوسترادات، لو عملوا معامل، لو دعموا الصناعه، ما هيك؟ صفوا كل العالم يحطوا مصرياتهم بالبنك ياخذوا فوائد عاليه، بعدين اختفوا المصريات وراحوا. لو بلا الفوائد معلش خلينا 1% بس، شجعوا الناس يروحوا على المصانع، يروحوا على الصناعه، على الزراعه، ما هيك؟ كنا بلد منتج، كنا عملنا اقتصاد منتج مش اقتصاد ريعي. 80% من الاشياء المستهلكه مستعمل جيبها من الخارج، مش حرام؟ نحن البلد هون على البحر المتوسط وعلى مدخل اوروبا والشرق. نعم. مؤسف، المؤسف انه اصحاب مؤسسات تاريخيه وعملاقه صارت عم تهاجر لبرا، عم تاخذ باسبوره وخبرته وعم يروح يدبر وظيفه برا. في معنا اتصال مع رئيس نقابه تاجير السيارات مسيو محمد دقدوق، صار جاهز الاتصال؟ اهلا وسهلا فيك مسيو دقدوق من مريم تي في. اهلا فيك، بحييك وبحيي مشاهدي، بحيي ضيوفك الكرام ومشاهدين. اهلا وسهلا فيك. شكرا. بدنا نعرف منك كيف وضع قطاع تاجير السيارات بهاي الفتره مع انقطاع المازوت والبنزين، شو عم تعملوا، كيف مدبرين حالكم؟ والله بالحقيقه يعني قطاع تاجير السيارات مثل القطاعات بشكل عام بالبلد، يعني نحن كان عندنا يمكن فترة ذهبية مرقت علينا هي شهر 6 وشهر 7. نعم. كنا شوي مرتاحين عمليا، بنسبة التشغيل كانت حلوة منيحة، كنا نحاول، كنا عم ندبر أمورنا بموضوع نشتري سوق سوداء حقيقة بموضوع البنزين يعني. نعم. لأنه بالتالي بيجي الزبون بيقول لك بدي سيارة بدي إياها مع بنزين. أكيد. فبتضطري انت تعملي حتى تقدري تخففي، تعطي الصوره الحلوه عن لبنان، لانه بالتالي هذا مغترب او سائح، فبتحاولي تساعديه بالقدر اللي بتقدري عليه، فبتروحي بتشتري بنزين من السوق السوداء حتى تعالجي هذه النقطه. نعم. حقيقه نحن هلا من تقريبا مش 10 15 يوم حتى سوق سوداء ما عم نلاقي، والزباين عم ترجع السيارات، يعني كانت نسبة التشغيل بشهر 7 حوالي 90، وصلت لل 90%. من 15/8 او من 10/8 بلشت تنحدر، لوصلت اليوم او امبارح لغاية 15% نسبة التشغيل. والسيء جاي لقدام للاسف، لانه بالتالي بيقول لك الزبون انا عم باخذ سيارة بس ما عم بقدر امشي فيها، فشو لي مصلحة فيها انه تبقى معي؟ صحيح. هذا الموضوع موضوع سيء جدا، ما عم نقدر نلاقي له. نعم. هي معالجه للاسف. نعم. طيب انتم غليتوا شيء التسعيره تبع تاجير السياره؟ نحن كنا ناجر بسنه 2019 وما دون، فرضا من السياره اللي كنا ناجرها ب 30 دولار. نعم. هلا عم ناجرها بال 20 وبال 25 دولار، يعني مش هلا، مش عم بحكيك بشهر 7. نعم. هلا الاسعار بلشت تتراجع، لانه عم ياخذ السيارة ما عم يستعملها، إذا أخذها أسبوع ما عم يمشي فيها يومين أو ثلاثة بيرجع بردها، بيرجع بردها، بيرجعها بالمقادر أنا كفي فيها، فبالتالي
لا نحن كأجار السيارة لا ما عم ما عم ما زاد توصل 70% من ال من الكوست من الأجار اللي كنا ناخذه بال 2019 وما دون. نعم. طيب أنتم بالنسبة للأسيورانس زادت شيء عليكم تسعيرة بوليسة التأمين؟ نحن عندنا مشاكل بموضوع التأمين ليوم المشاكل. نعم. لما بتجي أنت بتأمني السيارة كنت بتأمنيها على ال 1500 بقول لك أنا بصلح لك على 1500، ده السيارة قيمتها 10,000 دولار يعني 15 مليون. نعم. وبالتالي 15 مليون هن ما بيتجاوز ال 700 أو 800 دولار. فأي حادث بيطلع 700 دولار بقول لك صارت السيارة توتال لوس. لأنه بس تصير 65% بتتحول توتال لوس. يعني معناتها خسرت قيمة السيارة اللي هي قيمتها فرضا 10 كرمال 700 دولار. فاجترحنا حلول نحن والتأمين على انه ندفع على 3900 وهن بيصلحوا على هذا السعر. حتى هذا ما عم يعطي النتيجة. ليش؟ لانه نحن لما السيارة كانت هي قيمتها فعليا 10,000 دولار ما فيك تأمنيها على سعر 3900 10,000 لانه صارت قيمتها 4 أضعاف أو 5 صحيح. أضعاف صحيح. فبتصير بتأمنيها على 50,000 أو 40,000 دولار. نعم. وبالتالي هذا عم بكبدك أنت أرقام عالية جدا بالتأمين، عم تدفع حقها وما عم تستعمليها للسيارة. صحيح. هذا فضلا عن أنه المشاكل حتى اللي عم نعانيها بموضوع المستشفيات، موضوع تأمين إلزامي. في حال حادث صار في دم والمصاب راح على المستشفى. نعم. فالمستشفى بيقول لك أنا ما باخذ من شركات ضامنة. نعم. فبدك تدفع انت وبعدين ترجي تعالج مشكلتك مع التامين. نعم. دفع ما دفع نحن مالنا عليه. طيب قديش عم يشغل قطاع تاجير السيارات اذا فينا نقول قديش شو قد عم يشغل ناس؟ يعني نحن عمليا تقريبا عندنا حوالي 7,000 عائله. نعم. عم تستفيد من هذا القطاع بحركه 284 شركه تاجير سيارات عمليا فعاله هلا على الارض. نعم. كان هذا الحكي بأول 2021 ما بعرف هلا آخر السنة. نعم. حتما بده يكون في تغير بعدد أصول السيارات. نعم. اللي كان بال 2019 حوالي 20,000 سيارة بلشنا بال 2021 بال 13,000 سيارة. طيب هلا أنتم عندكم مطالب معينة أو عندكم اقتراحات لحل للأزمة اللي احنا فيها؟ شوفي قطاع تأجير السيارات عمليا لا يملك عقار مع الايام اذا ما زادت قيمته ما بتنقص بحافظ على وضعه. نعم. نحن عندنا هالسياره سياره كل يوم اضافه عم نخسر من قيمتها للسياره. نعم. وبالتالي انه نحن لازم ناجر السياره حتى نعوض جزء من هذه الخساره ونسد مصاريف اللي علينا نحن من التزامات سندات السياره والبنوك سندات شراء السياره للبنوك او للشركات. نعم. او حتى مصاريف السياره التشغيليه يعني. نعم. او التامين يعني. نعم. فإذا نحن ما أجرنا السيارة فبالتالي بعد 5 سنين كانت 3 سنين صار بعد 5 سنين سيارة من قيمتها بتصير 30% من قيمتها الحقيقية الفعلية. نعم. يعني عندك خسارة 70%. فهو أنت إذا ما عوضتيهم بالتأجير بنسبة تأجير إلى إيرادات تفوت لعندك فبالتالي أنت تكون عم تخسري 70% من رأس مالك عم بدوب. فنحن عمليا للأسف قطاع تأجير سيارات عم بيذوب شوي شوي. yeah. وعم نعم. نتقلص عم لأنه عم ناكل من رأس مالنا. نعم. وما قادرين شو ما نعمل. نحن كل سنة بنخسر من عدد أسطول السيارات حوالي 25% من قيمة من الأسطول السيارات أو من 20 لـ 25%. نعم مفهوم. إذا نحن ما جددنا أسطول السيارات وحدثنا السيارات جبنا سيارات جديدة يعني. نعم. فبالتالي هذا شو بنكون عم نعمل؟ بنكون عم نقضي على هذا القطاع كله بشكل عام. نعم. ويعني بالتالي هذه العوائل راحت على بيوتها والشركات يعني ان شاء الله ان شاء الله تفرج عليكم وعلى كل القطاعات السياحيه وكل القطاعات الاقتصاديه بلبنان. سيد محمد دقدوق رئيس نقابه تاجير السيارات بلبنان بدي اشكرك. شكرا لك من مريم تي في. الله يعطيكم العافيه وبنحييكم. منتابع معك مسيو نزهه. كنت عم بتقول انه الحل الوحيد هو انه نقل المشترك يعززوه يظبطوه يطوروه يعني اللي سريع كثير. نعم. النقل المشترك لحتى نبلش بالسياحه الداخليه. نعم. هيك طبعا الحل الاساسي اللي بده يتواكب معه يكون في محروقات للناس. مش بس محروقات، محروقات بتامن المي وتامن كل شيء. نعم.
هلا في سؤال، انا كتير بلاحظ انه في كتير زادوا اسعارهم بشكل مش معقول، كيف في حدا عم يراقب الاسعار تبع المطاعم، ولا كل واحد صار بده يعني، هيدا اللي عم نلاحظه مع الاسف، يعني صار كل واحد بده يحصل حقه من الزبون يلي هو اضرب منه، يعني مش كل الناس انه معه مصاري ومعه دولار. اول شيء في حريه اسعار، نعم، وكل لوائح الاسعار بتصدق من وزاره السياحه، وما بعتقد حدا عم سعر على 20,000، لو عم سعر على 20,000 ما حدا في فوت، كان كله عم تسعر بين السبعه والتسعه، بين 7,000 و9,000، بس ما حدا عم يسعر بالنسبه المئويه اللي طلع فيها الدولار ابدا. يعني بتشوف قد ايه كان حق صحن الحمص مثلا، لنقول 50 دولار 7500، قد ايش حقه هلا؟ اذا بده يصير، اذا بدنا نحسب على 50 دولار هلا يعني حقه 100,000. هيك طيب قد ايه زيد مثلا؟ 30,000، بين 25 و30,000 هلا، بين 25 و30، 35 المحلات اللي كثير غاليه. نعم. كم بيطلعوا دولار؟ البيره قد ايش كان حقه؟ عم تنباع ب 4 دولار 5 دولار. صح. ما حدا عم يبيع على نايب ب 5 دولار يعني 100,000. عم بيعوا ب 30,000 35,000. بتعرف ليش عم بسألها؟ لأنه في كثير هيك عم لك بين الست بصيروا بدهم يعدلوا، إنه حاسين حالهم عم يخسروا. لا 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 ما في حدا، بس مش الزبون هو اللي قادر يدفع يعني. المؤسس، كثير المؤسسات قليله عم تربح، المعظم عم يجرب يكيت ليمر المرحله. يعني القدره الشرائيه للناس 90% راحت ابدا. ونحن تاريخيا يعني اغلى كلفه تشغيليه بالشرق الاوسط عندنا بلبنان. نعم ابدا، اغلى كلفه تشغيليه بالشرق بلبنان بالايام العاديه كانت. حضرتك سكرت المؤسسه؟ انا في مجموعه سكرناها مؤسف، وعندي محل تاريخي عمره 35 سنه مسكره هلا مع الاسف. هوديك سلمنا مفاتيح هون، بس هلا هيدا تركين. عنده تاريخ يعني، كان هيدا مؤسف، كان عندنا محل ثقافي يعني، مطعم ومقهى بس ثقافي يعني. نعم. كل فنانين العالم يعني، جاز يعني، كان جاز وبلوز، كانوا يجوا من امريكا، من نيويورك، من نيو اورليونز، من شيكاغو، كان يجي من لندن، من فرنسا. صحيح. يعني مع الاسف بالاضافه للفرق اللبنانيه يعني، اللي كنا نحن كمان يعني في قسم كتير كبير مرق بالبلونوت وصار في اسماء عالميه. في شغله كتير مهمه، قصه الضرائب، حدا عافاكم من الضرائب مثلا؟ ما عندنا اي اعفاء من الضرائب، بس المؤسف انه صار في اعفاء على البينالتي اذا بدك يعني، تبع الضريبه يعني. كيف يعني؟ انه يعني اذا ما دفعتي تتاخرت وما بيدفعوا. نعم نعم. يعني الغرامه، غرامه التاخير. نعم بس مع الاسف يعني، هيدي هي هيدي هي. نعم. مع انه بهذا الوضع لازم يكون في شيء. هذا القطاع السياحي اسرع قطاع بيعمل نمو، اسرع قطاع بفوت لك مصاري على البلد، واسرع قطاع بيحرك الاقتصاد. ما في بيجوا سواح، بتبلش من المطار، من التاكسي المطار، للي بيشتغل بالاوتيل، للريسبشن، للمطعم، للي لكل المحلات، لكل الناس. لانه السائح جاي لهون ياكل ويشرب ويظهر وينبسط ويشتري ويعمل. بالنسبه كان في، كان قبل في استثمارات سياحيه يعني، كنا نشوف ناس تجي تعمر، تعمل مشروع معين بلبنان. استثمارات سياحيه ما في شيء. ما حدا متحمل. كل واحد هلا نية عم يجرب يشوف كيف بده يخلص، كيف يضبط بحاله، عليه ديون للبنوك، يعني حتى اللي برا المستثمرين الاجانب. مزبط. نحن المؤسف انه في استثمارات كبيره يعني، في اسماء سلسله مطاعم كانت عم تفتح بالبلد وفتحت، ومقاهي، واسماء عالميه موجوده بكل العالم، ما هيك؟ نعم. هلا نصها تقريبا اقفل، يعني اللي عنده 50 فرع صاروا بركي 20 15. نعم. بكل محل تارك واحد، بس تيشوف يمرق المرحله يشوف في يستمر ولا ما في يستمر. نعم. حتى هي السلسله عم تسكر. طيب هلا التوجه اللي عم نحكي فيه، عم نسمعه انه بدهم يتوجهوا لاقوى القطاعات الانتاجيه، هل هالشيء بياثر عليكم كقطاع سياحي؟ لاقوى القطاعات الانتاجيه؟ نحن كل شيء نحن بنقوى لما اي شيء، شو بنعمل بالبلد يعني، اذا قوى الزراعه والصناعه ممتاز. نحن بنتمنى، نحن بنستاهل هيك، كل شيء له علاقه بالصناعات الغذائيه وبالزراعه. نحن جزء اساسي، لانه نعم هيك لما تحكي الاف المؤسسات على مستوى لبنان، ساحلا وجبلا وموسمي ودائم والى اخره، ما هيك مين بيستهلكونا؟ نعم. هذا القطاع تبعنا نحن، ما عم نقدم لهم خضره جايه من الصين او من اليابان، لبنانيه كلها من هون، ولا الفواكه ولا المبيت ولا العرق ولا. قدمتوا لشي حدا مثلا؟ رحتوا عند وزير السياحه، قدمتوا مقترح معين، قدمتوا فكره معينه؟ في اقتراحات قدمت لمجلس وزراء، وحكينا مع المسؤولين كلهم، بس البلد شوفي باي مرحله صارت. نعم. ما حدا عم يسمع لحدا. طيب شو بتطلب بنهايه هالحلقه؟ بنطلب انه نجرب نوقف هالمهزله هي.
وقد ما فيهم يعني قد ايه بنسرع بتشكيل الحكومه، بنجرب نخفف شوي لانه عم ننزل بالبر، صرنا بالقعر على الاقل، يعني يجيبوا حكومه لحتى يبلشوا من جديد ويجيبوا اشخاص كفؤين، اشخاص وطنيين، اشخاص عم يشتغلوا لمصلحه عندهم البلد، عندهم مصداقيه، لا بيشتغلوا لمصلحه الطوائف ولا للزعمه ولا للوطن. نعم هيك لهالوطن لهيدا. نعم نحن عنا انتماء لهالارض ولهالبلاد وبدنا نموت فيها. نعم لازم يشتغلوا لهالبلد، اوكي، ويوقفوا هاي المهزله ويامنوا. يعني اللبناني اليوم اذا كل مصرياته بالبنك وما قادر يطل، في عنده قسم بسيط جزء بياخده على 3900 ليره كدولار، والدولار بال 20 وبال 19 بركي اليوم. يرجعوا، شوفوا كيف بده يرجعوا يعني مصاري الناس لتتنفس منيح. نعم ويوقفوا هالمهزله هيدي. قصه انقطاع المحروقات، انت شو الحل لها برايك؟ بدهم يشوفوا شو بده يعملوا. يعني نحن ما عندنا حل. أيه. نحن ناس متضررين. نعم. نحن جزء من هذا المجتمع اللي عم ياكل قتلي. نعم. ما هيك؟ صح. نحن جزء من هذا المجتمع اللي استثمر وامن بهذا بس البلد. بس انه اتليست يعني على القليله يعملوا نقل مشترك، يعملوا بنيه تحتيه على اساس عملوا بنيه تحتيه عم فتش عليها ما عم لاقيها. وين البنيه التحتيه؟ انا بطلع على البقعه وعلى الشمال نفس الطريق من ايام زمان، ظهر البيدر بعده كله كل يوم بيموتوا عالم على الطريق. ولا يعني انا اكيد لو في نقل مشترك، وين الانماء اللي صار؟ كان الناس بحطوا سياراتهم وبيروحوا بنقل مشترك عادي بكل العالم. مين بيتنقل بسيارته؟ نعم بتروحي على باريس، بتروحي على امريكا، وين ما كان بتطلع بالبيس، بيطلع واحد، بيطلع بالترين، بالمترو. مترو هذا حلم قلنا عنا حلم، يعني انسي حلم. بس على الاقل في ترين من 100 سنه كان ماشي، رجعوه. ما هيك؟ نعم صحيح. وبعدها السكك موجوده بدها صيانه والى اخره، وفي كذا دوله بتساعدنا تعطينا بيس. نعم. مثل العالم. ما هيك؟ نعم. نقدر نخلي ينتشر على مساحه الوطن. نعم. وبلشوا الناس يتنقلوا. نعم. الكلفه بتخف عليك كثير. صحيح. اليوم الفواكه تجيبوها من البقاع او من القاع او مدري من وين، مدري بده يدفعوا اكثر من حق نقل. ما هيك؟ اذا بيكون في ترين بيجيبوهم باسعار كثير زهيده، بيرجعوا. نعم. بيعملوا انماء بالمناطق، بيعملوا يعني بيساعدوا الفلاحين، بيساعدوا القاعدين بالقرى، بيخففوا ضغط على المدينه لانه بالقرى بيعملوا انتاج اكثر من المدينه. ما هيك؟ نعم. طيب السيد خالد نزهه نائب رئيس نقابه اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري بلبنان، بدي اشكرك من مريم تي في، شكرا لك. انا بشكرك وبشكر هالقناه اللي عم تضوي على القطاع الحيوي، لانه هذا قطاع لبناني 100% اللي بيشتغلوا فيه لبنانيين وعندهم يعني علاقه بهيدي الارض ورح يضلوا موجودين هون شو ما صار، مع الامل انه يوصل صوتك وصوتنا وتنحل هالازمه باسرع وقت، لانه بالفعل يعني بطلنا عم نحكي عن تراجعات، بطلنا نحكي انه عم يتراجع هالقطاع، خلص في شلل تام. صحيح. يعني قصه المحروقات هي كانت الضربه القاضيه. صحيح. لكل القطاعات. نعم. نعم. يعني انا سالت كثير من القطاع الخاص، قالوا لي نحن كل عمرنا ناس مبتكرين، ناس بنطلع بافكار جديده. نعم. يعني دائما عندنا بلان بي. نعم. بس هلا خلصنا لا بي ولا سي ولا دي، صرنا بالزي وبنفضل نسكر، وصلنا لمرحله خلص. انت بتعرفي حضرتك الاخوين العرب كانوا يجوا. نعم. من كل المنطقه العربيه، ولما كان الخط العربي مفتوح يعني قبل ما يسكر خط طريق سوريا البري، كانوا يجوا يسهروا بالبلد هون. صحيح. كانوا يجوا بكثافه، ما هيك؟ سهر واعراس وحياه وجخ والى اخره، كل شيء، والبلد مثل النار ما بتنام كانت. صح. مش حرام بصير فينا هيك؟ اكيد. ليش؟ حرام. ليه بنقول للناس ما تجوا على البلد؟ حرام عن جد. يعني قطاع كان كثير عم ينمى وعم يكبر وعم بيجيب مصاري على البلد، هو الوحيد اللي عم يجيب دولارات على البلد 100%، وبيكفي اذا بس بنخلي اللبناني يجي على البلد، بس اللبنانيين المغتربين يجوا، وهو بيجوا من المنطقه العربيه، في ناس كل اسبوع كانوا يجوا سبت واحد يجوا يقضوا هون لانه ارخص لهم ما يسهروا سهره بدبي او مدري وين. ما هيك؟ مظبوط. بيجي بياخذ تيكت، بيجي بشوف اهله وبشوف اصحابه. يعني كانوا يقولوا لي نحن عندنا انفستيسمون سنتيمونتال، يعني بنجي من عاطفتنا على لبنان. نعم. مع حرام هذا البلد، حرام. ان شاء الله توصل صرختنا من مريم. نحن بنشكركم كثير انه ضويتوا هذا القطاع، ونحن كثير يعني الاعلام بهمنا انه ويكبنا يكون باراليل مع كل الجهود اللي عم نعملها، لانه كلنا بدنا نساعد لنرجع ننهض بهذا البلد ان شاء الله. شكرا. نحن هيك انتهت حلقتنا، ملتقينا الاسبوع الجاي بنفس الموعد.